أقامت مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ويأتي ذلك مع الاهتمام العالمي بقضايا التنمية المستدامة واتساقا مع رؤية مصر 2030 وتشجيع الشباب للمشاركة في المشروعات الخضراء وتحقيقا لرسالة مكتبة الإسكندرية في دعم وبناء القدرات في المجالات المختلفة. هذا وتهدف المبادرة إلى وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها ودعم التحول للاقتصاد الأخضر. مبادرة بتهدف إلى تشجيع المشروعات الخضراء، وحاول إن احنا وضع خريطة للمشروعات الخضراء في مصر وتوفير الاستثمار اللازم بها والتوفير التمويل اللازم بها. المبادرة بتهتم جدا بالشباب وهي موجهة إلى الشباب. هيتم النهاردة إعلانها في اسكندرية، وإن هي إيه شروط الالتحاق بيها وكيفية على أساس إيه هيتم اختيار المشروعات الفائزة فيها. مشروعي إن أنا بعيد تدوير النفايات الإلكترونية، بصلح منها أجهزة جديدة زي لابتوب او برينترات او ماكينات تصوير. في حاجه تانية ان انا بفرز منها او باخد اجزاء معينه منها، وصممت جهاز قاطع ثلاثي الابعاد اللي هو سي ان سين. جهاز السي ان سين ده او قاطع ثلاثي الابعاد هو سعره غالي جدا. انا صممت كله وبرمجته من اعاده تدوير النفايات الالكترونيه. طبعا هو فئه المراه، لانه الجهاز ممكن اي ست تشغله وهي في البيت وبسهوله جدا، وتطلع منه منتجات ثلاثية الأبعاد تبدأ تقدر تبيعها.